بمناسبة يوم الشباب العالمي وتحت عنوان من سوريا سلام، أقامت منظمة اليونيسف بالتعاون مع جمعية أهلية وخيرية احتفال فني في مدينة الحسكة. نحن اليوم موجودين بدماء شهدائنا التي أنارت دروبنا ومكنت استقرارنا، موجودين بالإشراف على أعمال الجمعيات الخيرية، بإضافة إلى عملنا الخيري نقوم بالأنشطة وخاصة التي تبين أن نوع من أنواع التماسك المجتمعي، لنبين لكافة العالم نحن موجودين بشبابنا. نحن جمعية المودة بالتعاون مع جمعية سوريا الأمل وجمعية الإحسان بالقامشلي عم نقيم الاحتفالية هي بمدينة الحسكة حتى نشعر الناس والخاصة الجيل الشباب أنه بلدنا الحمد لله بخير والبلد بأمن وأمان، حتى نرجع لحياتنا الطبيعية ونمارس حياتنا بمدارسنا بدوائرنا بعملنا بعملنا الحر. أهم ما نقرأه في هذه الاحتفاليات أن سوريا ستكون أجمل بالتأكيد طالما هؤلاء الشباب موجودين، طالما هذه الطاقات لها مكان تظهر فيه وتتكشف فيه، سوريا ستكون أجمل ستكون أجمل ستكون أجمل. عم توجه أكثر شيء للشباب لحتى ننمي قدراتهم ويكونوا شيء فعال بالمجتمع لقدام. المشاركون أكدوا أن الشباب السوري هو من سينهض بالوطن وسيعيد إعمار ما دمره الإرهاب، فاليوم نحن نكمل انتصارات للجيش العربي السوري بإعادة الألق والبريق لكل المدن السورية بعد تطهيرها من رجس الإرهاب من قبل بواسل جيشنا. اليوم نحن شعارنا هو من سوريا سلام، نحن نوجه رسالة أنه سوريا إن شاء الله رح ترجع، سوريا رجعت، مو رح ترجع، سوريا رجعت إن شاء الله، وبلد الأمان بلد السلام، ومثل ما أنتم شفتوا اليوم كلياتنا مبسوطين وفرحانين ورح ترجع تعمل فرحة على كل سوريا إن شاء الله. اليوم أنا شاركت بعرض عسكري وبدنا نقدم من خلال هذا العرض شكر كتير كبير للجيش السوري. رسم كان رسم ثلاثي، بعد استوحيت الفكرة من الواقع اللي الحرب اللي نحن فيه. واو أنت سوريا بخير. الاحتفال تضمن عروض نفذها الشباب والشابات والأطفال المتطوعون، وتنوعت بين فنية ومسرحية وغنائية وترفيهية، بالإضافة لمعارض ضمت أعمال الشباب المشاركين وماراثون رياضي تم تكريم الفائزين فيه.